يوم إبعاد السيد الصدر وركون البيت الشيعي دون الذهاب مع التيار الصدري لتشكيل حكومة، أعتقد أنه هذا انتحار، لأنه هو ركن من أركان العملية السياسية ذات ثقل شعبي وجماهيري وسياسي واسع، فبالتالي هو أصلا فائز في الانتخابات. على الكتل السياسية اليوم أن تدرك جيدا وأن تدرك مليا مدى ثقل السيد الصدر، هو اليوم حتى من أعطاهم الضوء الأخضر لتشكيل الحكومة، وحين انسحب من العملية السياسية هم لم يستطيعوا الذهاب لتشكيل حكومة، خلافاتهم السياسية ألقت بظلالها على الشارع، حدث لدينا اصطدام بين أبناء الشعب الواحد، لأنه لكل فريق لديه أجنحة مسلحة، فبالتالي حدث تصادم، ورأينا ما للأسف سالت دماء عراقية على أثر هذا الموضوع. أعتقد أنه اليوم الأمم المتحدة أيضا قد نبهت أنه إن لم تشكل الحكومة العراقية في الوقت المحدد، يعني خلال هذه الأيام القليلة، أنه سوف تفتح أيضا ملف المتظاهرين الذين قتلوا في الفترة الأخيرة، فبالتالي هذه أدوات الضغط دفعت القوى السياسية لأجل الإسراع بالمبادرات والحوارات وتقديم التنازلات من أيضا من الإطار التنسيقي لأجل الذهاب والمضي بتشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف.